هي أنا سعيد جدا وفرح بوجودي بمدينة درعا، مدينة الشهم، مدينة الرجال. درعا هي منبع الحضارة، هي من هون طلعت الحضارة من 4000 سنة كما قيل. نحن بالحقيقة عم نحتفل بدرعا، هي عاصمة الخط العربي، لأنه هو الخط العربي هو هويتنا، هو ثقافتنا. بحب أقول من هون من درعا، من هالبلد الرائع جدا، أنه نحن دعاة سلام، دعاة محبة وتسامح للعالم أجمع. من هون نحن عم نحتفل كمان بيوم وزارة الثقافة، يوم للكلمة، للإنسانية، للحياة. هدول المعاني الثلاثة هنا عبارة عن أقاليم ثلاثة لنخبر العالم نجمع أنه نحن مثل ما قلت لك دعاة سلام ومحبة وليس دعاة حرب. نحن عم ندافع عن أنفسنا الثقافة، نحن عم نعطي الثقافة، ثقافة المحبة، ثقافة الحياة، ما عم نستورد ثقافة العنف ولا الحقد ولا الغضب ولا الخيانة. محافظة درعا محافظة الثقافة العربية للخط العربي، يعني هذه الاحتفالية هذا العام 2016 هو عاصمة درعا للخط العربي، وهذا شرف كبير من قبل السيد الوزير ومن قبل لدرعا، ودرعا تاريخيا فعلا فهي تجمع التاريخ وتجمع الأرث الحضاري والتاريخ العربي والتاريخ الإسلامي وما قبل الإسلام، فهي رائدة في كل المجالات في هذا الجانب في هذا المجال. بداية نشكر وزارة الثقافة على اعتبار درعا عاصمة العاصمة الثقافية للخط العربي، وهذه مكرمة لمحافظة درعا. وما على محافظة درعا وأهالي محافظة درعا إلا رد الجميل بالجميل، ونحن اليوم باسم شرفاء محافظة درعا نحتفل اليوم ونبارك انتصارات الجيش العربي السوري في محافظة حلب، والانتصار قادم على كافة أرجاء القطر إن شاء الله. وهذه المحافظة لم ولن تكون إلا درعا للوطن وخزانا للبعث وبوابة منيعة لدمشق عاصمة الصمود. أما هلأ نور، جولتنا الثقافية خلصت لليوم، فاصل صغير وبنرجع بنكفي باقي فقراتنا لليوم.